تكلمنا مرارا وتكرارا في اطار يعني استراتيجيا ديال الحكومه باش يكون هناك حضور للكتاب حتى في الاعلام القروي، ولهذا اليوم كنعطيو هذا الانطلاق لهذه المبادره ديال المكتبه المتنقله هنا في مدينه طنطا. الهدف والتحدي كتجربه اولى هو ان يكون هناك يعني مجموعه ديال المكاتب المتنقله في جميع القرى، ويعني الاماكن اللي ما عندهمش مكاتب بطريقه تقليديه وبطريقه عاديه كما كنعرفوا، باش الكتابه غيولي كيتنقل عند المواطنات والمواطنين وعند الشباب بالخصوص. كتعرفوا اهميه الكتاب، معليش نعاودوا نذكركم بان الكتاب هو يعني مهم بالنسبه للتطور ديال الوطن، التطور ديال الشباب والشابات، فلهذا اعتبرنا بان هذه المبادره غتساعدنا باش نخليو او نعطيو الفرصه بالخصوص ان الشاب والمواطن المغربي في مكان في المملكه المغربيه يكون يعني عنده الفرصه باش يطلع على الكتب بالطبع باللغه العربيه وبجميع اللغات، باللغه الامازيغيه كذلك وبجميع اللغات الاخرى. الهدف منه مره اخرى هو تقريب الثقافه من المواطن والمغربي.